في ركس محتوي فيش في ديناصور كبير والله ريني جيد ريني جيد غير بخير مفيش يا رازم اتوقع انت قريب علي مكتئ اه جمع امس شي فين ما بادي كلها يعني ما يعني اشجار فقط مو زي الماب الثانيات يعني النمو فيها منيح برضه وضعنا هيك السليم ايوه والله لو شافني بهجم علي هالكيت يمرك شخص وجن لا لا هذا البوت اللي هجم عليك خرس صغير هذا ايوه بالضبط مره ذبحني مره رحت نفكي شويه ورحت اكل ورجع لقيت روحي ذبحني الخرب اه لا بهجم هو مش قليل اي بهجم لو بس لو يشوف ريكس كبير يعني راح يخاف راح يهرب يعني هسه بكيم الدمج اللي عندي ضايل 1% بس بكيم الدمج وبهجم عليه طبعاً جعان والله جعان 38% عندي الجوع هسه بتعشى عليه على اساس انه المغربي بهالكيت بتعشى عليه الركس عم ياكل طعام كثير وعندي عندي طعام انا لو بدك تعال المكلف هنا في ماكل وفي موية قريب يعني على كل شيء امام كيف انت صار كيف انا احا كيف علاش امتى كيف صار خلص تفهم بعدين هاي كتلنا هذا ناكله والله هذا بعطيك شيء على الفاضي يا دوب اديك نتشه واحده بس اكل مره بس والله لقمتين زي الفخدي لك والله ثنتين في عندي شو حدا اجيك غادي عندك اكل لكن عندك كان عندي اكل اختفي انا كنت الجزء عندك يكفيك بس انا رجعت اوكي كل نحكي لك انا يعني الاكل تاعي اختفى كان عندي اكل بحثاية زين في عندي اثنين هذول شو اسمه هن رايك بس صغير والله خموني هذول واحد بنادي منين واحد بنادي منين بحته ولا جيب بس بحاول اقتل فيك يعني يعني مشكلة الركس مش سريع هاي مشكلته
هو بيبي بيكون لطيف. جنني. في حيوان ثاني. والله استعدت. قتلته؟ لا بس مدمج. وانا طيب دمج واحد دمج سداه هاي علق. لا ما قدرتش استفزازي ولا استفزازي وفي خرا هو استفزازي تعاني يبو وربش يضرب دب... جيت فيك الضربة؟ لا 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 تعبت انا معك استمنى لحد كمل كفو عليك اطيها يا الله اجع عندي خلاص جاهز اعطيك الف عافية في كمان واحد هيك وشايفه سم نصير كل كون خلناك لهذا خليها بك المويه بدك مويه صح؟ مويه شوي كثير عندي ست وخمسة كل خمسين يعني مش هيك تعال تعرف نشرب مية خلاص الفود الفود فل شو؟ الفود عندي منيح هيك انت ليش الفود؟ 97 تمام شوفه واقف امامي هو شوفه بدناش فود احنا هيك الوقت الحالي بدنا نجيب مي ايوه بس يمكن يكون لاقي حدا عند المي هالكيف يمكن شو هذا كتب الصيني هذا؟ كان نصطاده بالأول المنطقة ملانة شوف يلا عليك اخي ليش ما جيت فيه؟ والله ما جيت فيه انت اسرع مني شدت السبيل انت يمكن تعال تعال يا حبيبي حول بعده لا خلي اتمكن منه اعطي واحدة لا تعب لا تعبش تعال هاي جاهز يلا واحد ستين عندي في حمد ها؟ واحد ستين النمو الثاني عم يتأخر شوي تعال كل هاي تعال وجبي تعال هي طبعا بين الطواحين بتنزل هي عندي بين الطواحين شايفها
هادي عم تشبع كثير هي. عم تعطيك فودات اكثر شيء. لا انا هي اللي مو غلط هي. شو المنطقة اللي تجمعوا فيها.